حماية الأصناف الحيوانية من الانقراض في طليعة ما يصبو إليه مركز الصيد البري بزيرالدا، وهذا من خلال تكاثر الأنواع وحمايتها وفق برنامج تراعي السلسلة بل يراعي السلسلة الحيوانية. عبد العزيز عليم. الأيل البربري من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض في الجزائر، ولحمايته والحفاظ عليه يسعى مركز الصيد البري بزيرالدا إلى تكثيره وفق برامج تأخذ بعين الاعتبار بقية الأنواع الصيدية لتحسين الصيد والحفاظ على الثروات الحيوانية البرية. البرنامج الأول هو إعادة اعتبار الأيل البربري، والبرنامج الثاني هو تكاثر هنا في المركز الحاجة المحلي، والبرنامج الثالث هو يعني تطوير التدرج العادي. حاليا في الإحصائيات الأخيرة صبنا 24 واحد، يعني 24 أيل. يهدف برنامج الأيل البربري إلى إعادة الاعتبار هذا الحيوان الذي هو في طريق الإنقراض، وهذا البرنامج منقسم إلى قسمين هنا على مستوى الأسر ووحدة زيرالدا، والمستوى الطبيعي على مستوى الطبيعي المحافظة على الحيوانات الطبيعية في أقصى الشرق الجزائري في كل من ولاية قلمة سقراس والطرف. المركز منذ سنوات يعمل على تكثير نوعين أساسيين من الطيور، التدرج والحجل المحلي، وفي محيط للأسر تخضع الأنواع لمتابعة صحية لمدة تزيد عن 10 أسابيع لتطلق بعدها في المحميات والمحيطات الطبيعية. في السنوات الأخيرة يتم إنتاج ما يفوق بين 2000 إلى 3000 طائر سنويا، وانطلقنا كذلك في عملية طلقه في الطبيعة ودراسة تأقلمه على المستوى الطبيعي، وبالتحديد على مستوى غابة غابة بيسا بشلف، وكذا موازاة مع تربية الطائر في المركز هناك متابعة ميدانية للطائر على مستوى مواقع محددة. الأنواع الصيدية ثروات أساسية في التوازن البيئي، ودور مركز الصيد البري يكتمل بحملات تحسيسية تبرز أهمية الأنواع البرية وتحد من آفة الصيد العشوائي.